في ظل العناصر اللي حضرتك ذكرتيها اللي يمكن قللت شوية أنشطة التكافل بالشكل ده، وبقى فعلا فكرة الاستسهال إنه الواحد يساعد ماديا وخلاص، لأي مدى ممكن في ظل الضغوط دي وفي ظل سرعة وتيرة الحياة زي ما حضرتك قلتي ممكن السوشيال ميديا تلعب دور يسهل شوية الأنشطة دي على الناس كتير. اللي ما عندهمش وقت ما عندهمش طاقة زي ما حضرتك قلتي؟ المبادرات اللي بتتعمل ده حتى على في برامج معينة على السوشيال ميديا بيبقى فيها الخاصية بتاعة المبادرات. في مبادرات كتيرة قوي لدعم المرضى، لدعم الحيوانات، لدعم الأطفال الأيتام. ما هي في مبادرات زي مبادرات اللي هي ضد التحرش بجميع أنواعه، حتى التحرش اللي على السوشيال ميديا ما ده نوع من التحرش. فلا، في مبادرات، فنقدر نعمل دور، نقوم بدور التكافل الاجتماعي عن طريق تسليط الضوء على شوية على اللي محتاج وشوية سلبيات ما كناش واخدين بالنا منها عشان ما نعرفهاش، لأن كل واحد بيبقى في شغله مش واخد باله، مش بيبقى محتك بالحاجات دي. فبرضو تسليط الضوء بيساعد إن احنا ندعم بعض ونقف جنب بعض. طب يا دكتور، دور السينما والمسلسلات ايه؟ خاصة ان احنا شعب بيحب يرتبط بالفن على اختلاف اشكاله. طبعا. خاصة القوة الناعمة بتاعتنا يا انجي، دي القوة الناعمة بتاعتنا، احنا مصريين، والمصريين ده يعني السينما والدراما المصرية يعني اثرت في حضارات الوطن العربي كلها، معروف طبعا. بصي، السينما حلو انها تسلط ضوء على المشاكل معينة، بس اللي انا ببقى دايما الحته اللي ناقصه، عارفه الحته اللي ناقصه، ومن غير السلبيات دي ايه الايجابيات والشكل المجتمع هيتحسن ازاي؟ يعني لازم اقول ايه ده سلبي، وما يبقاش الفيلم من اوله لاخره او العمل الدرامي او من اوله لاخره سلبيات في سلبيات في سلبيات، ونحط بإطار كوميدي أو إطار لايت فنضحك، فناخد العادات دي نقوم إحنا بيها نعملها، لأن ده بيضحك وظريف ولطيف من غير ما نحاول نلاقي لها حلول. لكن لما نيجي نقول عواقب هذا على الشخص نفسه وعلى المجتمع نفسه، يبقى كده في حاجة اسمها دراما هادفة. وبعدين ده دور الميديا، تسليط الضوء، مش صح ولا ايه؟ طبعا. تسليط الضوء على للي محتاج، تسليط الضوء لنمو المجتمع وتقدمه، وان احنا نقرب من بعض، وان احنا نحب بعض، ونقف في ظهر بعض، وما نخافش من بعض يا انجي، ما نخافش من بعض. فكره ان احنا نخاف من بعض دي يا دكتور، ايه سببها؟ لانها بقت منتشره كتير قوي، في ناس حتى على المستوى الشخصي انا اعرفهم نفسهم يعملوا عمل تكافلي او عمل خير ما، وخايفين دايما، خايفين ان هم ينزلوا يبقوا انجيجد في العمل نفسه. لان احنا ناس عاطفيه، فلما بندي بقلبا وقالبا وبندوب في المشكله. طيب، ما هو ده الخطأ، مش في المشكلة، هو الخطأ في إدارتي أنا لمشاعري إيه. يعني لما أنا عارفة أن أنا نازلة عندي دور، وأن أنا نازلة ساعد، الواحد لما بيعمل من قلبه بيوصل، طبعا. بس لكن أن أنت تنغمزي وتنجرفي في المشاكل اللي قدامك، مش هتعرفي تساعدي اللي قدامك. صحيح. مش يعني أنت عايزة تقولي لي مثلا أن كل الدكاترة النفسيين بيجننوا في الآخر؟ ما هو مش معقول، صح؟ ليه؟ لأن هو بيساعد الناس لكن عارف دوره إيه. أنا دوري إن أنا أعمل كده، وقدرتي على كده وقف، وهي دي اللي بنطلبه من الناس. ساعد، واعرف إن أنت لازم في مسؤولية لنفسك الأول، لأن طول ما أنا واقف على رجلي وطول ما أنا نفسيتي قوية وفي زي ما بنقول اللي هي المنتل فيتنس، وإن أنا واعي اللي أنا بعمله، مدرك اللي أنا بعمله، هقدر أساعد. زي ما بتنقذي غريق، لكن لما يجي يشدك بتعملي ايه؟ بتحاولي تقيديه او تفقدي الوعي بحيث انك تقدري تشديه وما تغرقوش انتوا الاثنين. فهي دي الحته دي اللي بنقول ايه، ما نخافش. الحاجه الثانيه، هو انا لما بعمل كده مش بعمل كده بنيه ارضاء الله؟ يعني بنتوكل على الله؟ فيبقى انا عملت اللي عليا. كون اللي قدامي بقى خدها بطريقه سلبيه، كون ان اللي قدامي ما استفادش باللي انا بعمله، ما قدرش اللي انا بعمله، ما اداش قيمه للي انا بعمله،
دي مشكلته هو على فكرة مش مشكلتي يعني. أنا عملت اللي علي بس كده.